اهلا بكم اليوم هو الثاني من شهر يونيو للعام 2018 على وقع المعارك الدائره في الساحل الغربي والتكهكر النسبي لميليشيا الحوثي يجري حديث عن اسباب هذا التقدم السريع لما يسمى بالقوات المشتركه وعن الركود النسبي ايضا في جبهات اخرى مثل جبهه نهم وصرواح وغيرها وهذا موضوع ثري للمزايده والمكايده السياسيه لدى البعض ذلك البعض الذي لم يتعظ بعد من اخطاء الماضي القريب عندما غلب منطق الكيد الحزبي على منطق المصالح الاستراتيجيه العليا للوطن فكانت النتيجه ضياع البلد نفسه وضياع مصالحه الحزبيه وربما الشخصيه ايضا لهذا البعض. لما واحد يسال اليوم لماذا قوات الشرعيه الراكده في بعض الجبهات لما يسال هذا السؤال بقصد التشكيك في نوايا جماعه معينه في الشرعيه والاساءه اليها فهذا سلوك نكائي ومكايده سياسيه غير شريفه لان المشهد معروف ومكشوف ولا يحتاج الى ذكاء وينبغي ان يوجه معظم اللوم والنقد للمتسبب الحقيقي في اجهاض الشرعيه وعرقله تقدمها والمتسبب الحقيقي كما يعرف القاصي والداني هو تحالف السعوديه والامارات تحالف ابو ظبي الرياض يعلن بوضوح انه لا يريد للحرب اليمنيه ان تنتهي بسرعه ويعلن بوضوح وصراحه انه لن يسمح لحزب الاصلاح والاخوان المسلمين حزب الاصلاح هو اكبر مكون في الشرعيه لن يسمح لهم ان ان يستفيد من هذه الحرب يريدونه فقط ان يكون وقودا لهذه الحرب الى ان يجهز بديلا ثالثا يقطف ثمرتها هذا البديل الثالث هو بقايا نظام علي صالح عميلهم المفضل لولا ان هذا البديل عاجز حتى الان عن اثبات نفسه في الميدان اذا الامور واضحه تحالف السعوديه الامارات مش بس لا يريد بل لا يسمح لقوات الشرعيه ان تتقدم شبرا واحدا بدون اذنه والتنسيق معه ومعنى لا يسمح هو انه لن يزود قوات الشرعيه بالذخيره والامور اللوجستيه الضروريه للمعركه وربما يقوم بقصفها وقتل قياداتها اذا تقدموا بدون اذن كما فعل من قبل والشرعيه تتحاشى الدخول في صراع مع الامارات والسعوديه لانها تعتقد ان هذا الصراع لو حدث لن يستفيد منه سوى الحوثي ولن يتضرر منه سوى مكونات فبراير وفي مقدمتها الاصلاح طبعا. معنى هذا الكلام ان حزب الاصلاح يخوض معركتين في ان واحد. معركه ظاهره ضد الحوثي بالسلاح والدم ومعركه خفيه مع تحالف صفقه القرن. باعتبار الاصلاح من وجهه نظر هذا التحالف ذراع لجماعه الاخوان المسلمين وهي الجماعه التي قرر تحالف صفقه القرن ان يقضي عليها تماما ضمن معركته الواسعه ضد كل القوى التي ترفع راسها في الوطن العربي. والكلام اصبح صريح من قبل الاماراتيين والاسرائيليين والسعوديين على على الاقل يعني امريكا داخله في الموضوع بالطبع وهي المايسترو الكبير. وقد عرضنا في فيديوهات وتصريحات ماضيه يعني عرضنا في فيديوهات ماضيه تصريحات المسؤولين من من هذه الدول يقولون فيها انه لا مكان لجماعه الاخوان المسلمين في الساحه. الساحه السياسيه تحديدا. وتصريحات تقول انهم سيسحقونها سحقا حسب تعبير محمد بن سلمان. اذا المشكله واضحه والمفروض تكون واضحه اكثر لجماعه الاصلاح عندنا في اليمن وللاسلاميين عموما في كل مكان. لانهم اذا فهموا صح سيغيرون طريقهم القديم الذي لم يوصلهم الى شيء. الطريق القديم لم يوصلهم لم يوصلهم الا الى الهزيمه والمعاناه والسجون. وربما يبحثون عن طريق جديد مدروس بعنايه. هذه الحلقه هي مساهمه متواضعه منا لتبصير الاخوان المسلمين بعيوبهم ونقاط ضعفهم كما نراها على الاقل نحن. لعلهم يتلافونها. نبصرهم بهذه العيوب لانهم من ناحيه اصبحوا امر واقع من العبث التفكير في تجاوزه. ولانهم ولاننا من ناحيه اخرى بحاجه اليهم في معركتنا مع قوى الاستبداد المحلي والدولي الى ان نصل الى بر الامان. اذا هذه الحلقه مخصصه لمناقشه آه ونقد ما يمكن أن يسمى بعيوب الأخوان المسلمين كونوا معنا بغض النظر عن موقفنا وخلافنا مع جماعة الإخوان وتيار الإسلام السياسي عموما إلا أننا لا نستطيع أن نتجاهل الأسباب الحقيقية التي تكف وراء الحرب عليهم من قبل أنظمة الاستبداد العربي والصهيونية العالمية هناك حرب دوليه معلنه وغير وغير معلنه احيانا. معلنه اليوم ضد هذه الجماعه وضد الدول التي تساندها او تتسامح معها مثل تركيا وقطر. والمشكله ان المتضرر الاكبر من هذه الحرب على الاخوان هي الامه نفسها. عندما يجهض الربيع العربي بهدف منع الاخوان من الوصول الى السلطه فان المتضرر من هذا الاجهاض هو يعني المتضرر الاكبر من هذه الثوره المضاده هي الشعوب العربيه نفسها كما هو واضح اليوم واكبر خساره هي خساره مشروع الديمقراطيه ودوله النظام والقانون الذي بشرت به ثورات الربيع العربي احنا خسرنا هذا هذا هذه البشاره وهذا المشروع حلف صفقه القرن قالها بوضوح الديمقراطيه في الوطن العربي تعني الاخوان المسلمين ونحن لن نسمح للاخوان بالاقتراب من السلطه اذا الديمقراطيه ممنوعه هذا مكانة اسرائيل ومكالته السعوديه قالته الامارات وما يقوله الصهاينه الامريكان نحن لا نحتاج الى ذكاء خاص لكي نعرف سبب عداوتهم للاخوان من الواضح ان الاخوان المسلمين برغم كل ما العيوب التي فيهم لكنهم يمثلون حجر عثره امام انظمه الاستبداد والفشل العربي وامام مشروع اسرائيل الكبرى في المنطقه وامام المشاريع الطائفيه والمذهبيه وغيرها. الاخوان جماعه لا تصلح للعماله كما تصلح جماعات سياسيه اخرى لكي تنال الرضا. هذا مش مديح هذه حقائق نحن نقرها. ممكن الاخوان يدخلون مع الامريكان في تفاهمات واتفاقات لكن الى حدود معينه. الامريكان يعرفون ان الاخوان لا يصلحون ابدا حلفاء حقيقيين لانهم يعارضون مشاريع الهيمنه الامريكيه في المنطقه العربيه هذا بالنسبه للامريكان الانظمه العربيه المستبده ايضا تعرف انهم لا يصلحون اتباع تسيرهم تسيرهم اجهزه المخابرات مثل الجماعات السلفيه او الجماعه الصوفيه التي يوظفونها لخدمه انظمتهم الاخوان ما يصلحوش لهذه المهام باختصار فان جميع خصوم الامه من صهاينه ومستبدين ومشاريع طائفيه يرون الاخوان المسلمين عباره عن شوكه لا بد من ازاحتها من الطريق هذه كلمه حق نقولها نحن خصوم الاخوان المسلمين حتى يعني يعني الواحد يقول الحق ولو على نفسه يعني نقول هذا الكلام قبل ان نبدا في جلد الاخوان المسلمين في هذه الحلقه وهو و و و يعني مساله هذه المساله مساله ان الاخوان هم حجر عثره وايضا ما يعلنه الاسرائيليون يعني مشكله منا فقط هذا ما يقوله الاسرائيليون انفسهم بكل وضوح تعالوا نستمع الى مدير المخابرات الاسرائيليه الاسبق عاموس جلعاد نشوف ما الذي يقوله عن الاخوان وكيف ينظر اليهم كيف ينظر اليهم آه الاسرائيليون نستمع <applause> I think the Muslim brothers are one of the worst threats uh, to the Middle East. They are not hiding their strategic intention to take over the Middle East. It's not secret. You can read it everywhere in their public sites. If the Muslim brothers took over Egypt, it would be a disaster to Jordan, to Hashemite Kingdom of Jordan. We felt in Israel the pressure. From the rising Muslim brothers, Hamas, integral uh, part uh, the Palestinian, integral part of the Muslim brothers, since they have failed under Musa, the whole area feels the difference. Jordan feels better. Saudi Arabia is determined to defeat them. In Egypt, you feel better. The security along our borders is better. Hamas is isolated. بالنسبة لنا كشعوب عربية وإسلامية فإن جماعة الإخوان المسلمين يعني تعد قدر من الأقدار مثلها مثل وجود الطوائف والأكليات والمشاكل الزوجية يعني نتمنى أحياناً تكون غير موجودة لكن هذا مجرد أمنيات لا نستطيع أن نحققها في الواقع الإخوان موجودين غصباً عننا ما نقدر نشطبهم هكذا بجرد كلام وليس حلاً أن تدخل أو ندخل مع هذه الجماعة في حرب أبدية لا تنتهي ونجعل همنا اليومي وكأنه لم يعد لدينا من قضية في الحياة سوى القضاء على الإسلاميين كما هو حال بعض اليساريين عندنا في, في الوطن العربي يعني تشعر أن اليسار العربي لم يعد لديه قضية في الحياة غير القضاء على الإسلاميين ولو احتكموا إلى منطق العقل والتفكير العلمي لها قال لهم أن من الأفضل أن تساعد خصمك على اكتشاف عيوبه وتلافي نقاط الخلاف والضعف حتى يصل المجتمع برمته الى يعني حاله من الاستقرار والايجابيه اقول هذا لمن يظن ان بامكانه ان يمحو الاخوان من الخارطه ولمن يظن ان القوى الاجنبيه يمكنها ان تساعد على ازاحه الاخوان من الحياه من الحياه السياسيه تحديدا هذه الاماني تلحق الضرر بالامه نفسها اكثر من الاخوان الحرب مع الاخوان المسلمين تمنحهم مزيد من الشعبيه وتلحق الضرر بالحياه السياسيه للامه ولهذا على العقلاء في التيارات الاخرى ان يغلقوا صندوق الافكار القديمه ويفتحوا صندوق جديد للحياه السياسيه اذا كانوا فعلا يريدون مصلحه بلدانهم جماعه الاخوان بحاجه الى نقد يكشف عيوبها عند شبابها وليست بحاجة إلى كيد وكذب لأن شباب هذه الجماعة من أنبل شباب الأمة وأكثرهم صدقا وإخلاصا في خدمة قضايا المجتمع وهذا الشباب الصادق إذا انكشفت لها الحقيقة لن يتردد في قبولها وشهادتنا لشباب الإخوان ليس من يعني هذه الشهادة ليست من كلامي يعني هذا كلام أشهر العلمانيين العرب بل اشهر مفكري اليسار العربي الذين اشتهروا بعدائهم للاخوان المسلمين هذا كلام فؤاد زكريا ومحمود امين العالم وجلال امين ونصر حامد ابو زيد وغيرهم هؤلاء المفكرون كان لديهم من الشجاعه ومن الاخلاق ما يجبرهم على الاعتراف بهذه الحقيقه حقيقه ان شباب الاخوان هم من انبل شباب الامه لكن هؤلاء المفكرين او هذا اليسار يعتقد وانا اعتقد معهم أن شباب الإخوان بحاجة إلى مشروع سياسي يليق بصدقهم ونبلهم مشروع أنضج من هذا المشروع مشروع الإخوان المسلمين الآن الحالي لا يليق بهم وليس مؤهلا لحماية الأمة أو قيادتها في هذا البحر اللجي من التحديات الإخوان كما أقول دائما هم ضمير جيد وعقل ردي وسنعرف معنى هذا الكلام في الفقرات القادمة يعني إذا سألت خصوم الإخوان المسلمين لماذا تحاربون هذه الجماعة؟ لماذا تكرهون الإخوان؟ سيقولون لك هذه جماعات ظلامية لديها مشروع متخلف وإذا سيطرت على السلطة ستهدد حقوق الناس وحرياتهم. هكذا يقولون وطبعا هذا الكلام هو أقرب إلى الكلام الفارغ عند من يعرف حقيقة الأمر لأنه حتى الآن ما حد هدد الحقوق والحريات واستبد وافسد وفشل وافشل غير الحكومات التي تزعم انها علمانيه يساريه وغير يساريه كل التجارب العربيه العلمانيه في الحكم سواء كانت يسار او يمين اثبتت فشلها في مجال الديمقراطيه وحقوق الانسان والحكم الراشد ولما حبت الشعوب العربيه تجرب حظها مع الاسلاميين تحول العلمانيون الى قارئه فنجان احذروا من الاسلاميين، الاسلاميون ظلاميون، الاسلاميون خطر، حيخلوا طريقكم مسدود 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 يا ولدي. وراحوا يتحالفوا مع مشاريع الكهنوت الديني الطائفي ومع البياده العسكريه نكايه بالاخوان. الاخوان الذين لم يجربوا بعد او لم يجربوا بعد في شكل سلطه كامله. هذا ما يفعله خصوم الاخوان لكن الحقيقة أن هذا الكلام ما كان له أن يجد صدى عند كثير من الناس لولا أن الإخوان أنفسهم ساعدوا على ذلك هي البعركة على من يكسب أفئدة الناس نعم الإخوان بعيوبهم التي لا تحصى عيوب المنهج والفكر والحركة ساعدوا على إقناع الناس بما يقوله خصومهم عنهم كان باستطاعة هذه الجماعات أن تكسب قلوب الناس أكثر وان تفوت الفرصه على خصومها بطرق كثيره لكنها لم تفعل او بالاصح لم تستطع لان نقاط ضعفها كبيره وخطيره ومعظم نقاط ضعفها انبثقت من الاصول الخاطئه التي قامت عليها فكرتهم واخطر خلل اصولي وقعت فيه هذه الجماعه من وجهه نظري هو استبعادها للعقل والفلسفه والنشاطات النظريه والاهتمامات النظريه من بدايه التاسيس. من يوم ما اسسها حسن البنا. حسن البنا لما اسس الجماعه كان يعتقد ان المسلمين في العصر الحديث يحتاجون فقط الى حركه تاخذ الاسلام كما هو وتنطلق به. اعتقد ان الاسلام فكره جاهزه لا تشوبها شائبه. ولا تحتاج إلا إلى رجال صادقين أقوياء يحملونها ويبشرون بها، لكن هذا التفكير هذا التفكير كان خاطئا تماما، حسن البنا اعتقد أنه أذكى من شيخه رشيد رضا ومن شيخ شيخه محمد عبده اللذان انشغلا بتصحيح التراث والفكر الإسلامي. ولم يفكرا في الحركة بالإسلام كما فعل هو كما فكر هو الحقيقة أنهم كانوا أذكى منه بكثير وأعلم منه بكثير طبعا هم علماء ما هو فليس مرصودا بين العلماء على الأقل ليس من مسجلا في قائمة العلماء المعروفين وخصوصا الأستاذ محمد عبده محمد عبده كان يدرك وجود مشكلة في التراث الديني الإسلامي نفسه هذه المشكله تشوش على فكره الاسلام وان الاسلام اصبح فكره ضعيفه وغير جذابه في العصر الحديث بسبب مشاكل التراث الاسلامي واوهامه تراث الفقهاء والمذاهب ولهذا اخذ على عاتقه مراجعه ونقد هذا التراث وسخر حياته لهذه المهمه وفعل مثله بدرجه اقل الاستاذ محمد رشيد رضا شيخ حسن البنا حسن البنا كان أقل منهم علما أقل منهم فهما وإن كان صاحب شخصية فذة وعظيمة وصادقة يعني حسن البنا من, من, من نوادر العرب في العصر الحديث يعني كشخصية لكن كان خطأ حسن البنا الجوهري هو اعتقاده أن الإسلام الموروث لا يحتاج إلى مراجعة بل إلى حركة وجماعة جاءت كردة فعل لسقوط الخلافة الإسلامية كما يسمونها وليس ردة فعل لسقوط الحضارة الإسلامية ولهذا لم يوجه جماعة للاهتمام الجاد بالعلوم النظرية والفلسفية ولم يهتم بها لو كان يعني لو كانت الإخوان المسلمون جاءوا ردة فعل لسقوط الخلافه لسقوط الحضاره لكان اهتموا بالعلوم النظريه كلها لكنهم كانوا رده فعل لسقوط الخلافه وتغييب هذه العلوم العلوم النظريه والفلسفيه ادى الى مشكلات كبرى في مسيره جماعته وفي حياتنا العربيه عموما من هذه المشكلات ان جماعه الاخوان نفسها لم تعد تستطيع معرفه عيوبها البنيويه الخطيره عيوبها الداخليه العميقه لان هذه العيوب لا يكتشفها عاده الا الفلاسفه والمفكرون واصبحت ايضا جماعه عقيم لم تنتج طوال تاريخها شخصيه واحده من الطراز الاول في اي مجال من المجالات يعني لا فيلسوف ولا مفكر ولا اديب ولا فنان ولا صحفي ولا أي شيء من الطراز الأول ومعظم مفكريها الكبار المشهورين لم نكن كلهم نشأوا وثقفوا أنفسهم خارج الجماعة قبل أن يلتحقوا بها من سيد قطب إلى محمد عمارة إلى منير شفيق إلى الغنوشي إلى, 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 إلى آخره هؤلاء كلهم جاءوا من اليسار أو من اليمين يعني من المنطقة الليبرالية والتحقوا بالجماعة هذا الفكر هذا الفكر في إنتاج المبدعين هو نتيجة إقصاء العقل والعقلانية من أدبيات الجماعة من البدايه وهذا هو سر حرصهم على التخصصات العلمية والتطبيقية البحتة تجد معظم شباب الاخوان وهذه الجماعات يلتحق بكليات العلوم البحته. الرياضيات، هندسه، طب، وما شابه ذلك يعني العلوم التطبيقيه معتقدين معتقدين ان هذا هو ما يخدم الفكره. في حين انهم اشبه بمن يربي عضلاته على حساب عقله. وبالفعل الاخوان اليوم عضلات اكثر منهم عقل. ومن حسن الحظ ان بعض فقهائهم النابهين بداوا تنبهوا لهذا القصور الان وبداوا يعلنوه بصراحه وعلى سبيل المثال الفقيه التونسي العظيم هذا عبد الفتاح مور وهو الوحيد الان اللي اللي سمعناه بيقول الكلام هذا بوعي. تعالوا نستمع اليه. علوم اليوم مطروحه في مناهج التربيه الحديثه لا يفقه منها الاسلاميون شيئا. لأن عندما أردنا أن ننفتح على العالم الجديد والجامعة، قلنا لأبنائنا روحوا تعلموا الطب، والهندسة، الهندسة الفلاحية، وكيفية نقل الناس بالقطار والطائرة، وخرجنا مجموعة كبيرة من شباب خدمي. هذا الشباب الخدمي لا علاقة له بالفكر أصلاً. بينما المدرسة التي من شأنها أن تكون مغيري العالم. هي مدرسة الفكر هي العلوم الانسانية التي هجرها الاسلاميون كما هجرها الكثير من الناس ولذلك اصبحنا عاجزين على ان نفهم الحراك الاقتصادي والحراك الاجتماعي لاننا لم ندرس لا علوم الاجتماع ولا علوم التربية ولا علوم السياسة ولا علوم الاتصال ولا علوم العمران البشري هذا ما كنا نقوله من سنوات وكان بعض الاخوان يتهمون بالعمالة للمنظمات الغربية إذا قلنا لهم هذا الكلام ها هو واحد من كبار فقهائهم يقوله علنا ويقول أكثر منه وهذا طبعا شيء يسرنا ولا يزعجنا يعني ليس من مصلحة الأمة أن تظل الجماعات السياسية على خطئها وعماها يعني من مصلحتنا جميعا أن يتحسن أداء هذه الجماعات أعزائي سنذهب لفصل قصير ثم نعود لاستكمال حديثنا أهلا بكم من جديد مرت قرابة تسعين سنة منذ أن تأسست جماعة الأخوان المسلمين تسعون سنة ولم تستطع هذه الجماعة أن تصل إلى مرادها وتحقيق أهدافها أليس هذا دليلا كافيا على وجود خلل جوهري في بنيتها زمان كان الرعيل السابق من الأخوان المسلمين يفسرون فشلهم بمقولة الابتلاء الإلهي كانوا يقولون الله يبتلي المؤمنين بقدر رسالتهم. طيب لكن الى متى يظل يبتليهم؟ اليس لهذا الابتلاء من نهايه؟ وبعدين كيف بتميزوا بين الابتلاء والتعذيب؟ ما يمكن يكون تعذيب هذا. والبعض يقول لك نحن نتعرض لمؤامره يعني بعض الاخوان وهذا صحيح، طيب مصدقين انكم تعرضوا لمؤامره لكن المؤامره هذه لا تنجح إلا بسبب وجود عوامل ضعف داخلية لديكم وأنتم لم تجروا حتى الآن أي مراجعة نقدية حقيقية لفكرتكم ومنهجكم وتاريخكم وسيرتكم هذه والمراجعات البسيطة التي قدمها مفكروكم في ثمانينيات القرن الماضي رميت في سلة المهملات حسن البنا وعفوا حسن الترابي و عبد الله فهد النفيسي ومحمد الغزالي واخرون و و و من مؤسسي الجماعه بعضهم قدموا اوراق نقديه في العام 86 و87 وسووا مؤتمر اين انتهت هذه الاوراق؟ لماذا لم يتم تبنيها و يعني الافاده منها؟ لماذا تم تجاهل هذه الرؤى النقديه التي قدمت انذاك في مؤتمر الكويت او في ندوه الكويت يعني انتم بعيوبكم توفرون شروط نجاح المؤامره عليكم وتعتقدون ان اي نقد يوجه لكم هو جزء من هذه المؤامره هذه واحده من مشكلاتكم نخاطب الاخوان من عيوب جماعه الاخوان انهم فشلوا حتى الان في تبديد مخاوف الناس من مستقبل الديمقراطيه معهم الناس خائفين على الديمقراطيه منهم ولو كذب بعض الناس خائف ان يكون أن تكون الديمقراطية مجرد جسر سيفجره الإسلاميون بعد أن يعبروا عليه إلى السلطة. وسبب هذه المخاوف هو أن الإسلاميين يتحدثون عن تطبيق الشريعة وحكم الإسلام أكثر مما يتحدثون عن الحقوق والحريات. يعني الموضوع الأساسي عند الإسلاميين هو تطبيق الشريعة وحكم الإسلام وليس الديمقراطية، وهذا أمر يخيف الكثير من الأقليات والطوائف وعامة الناس والبسطاء والمثقفين. لماذا؟ ليس لانهم يكرهون الاسلام بالضروره، يعني في ناس صحيح بيكرهوا الاسلام وما يشتوش الاخوان لهذا السبب، لكن في ناس ما بيكرهوا الاسلام، موقفهم من الاخوان لسبب ثاني. موقفهم من الاخوان لانهم يعتقدون ان الاسلاميين يريدون ان يطبقوا فكرتهم فكرتهم الخاصه عن الاسلام، مذهبهم الخاص في فهم الاسلام. وهذه الفكره الخاصه حولها ملاحظات، عليها ملاحظات كثيره من جانب هؤلاء في جانب الحقوق والحريات وفي جانب المنطق والعقل وفي جانب العلم الإسلاميون لم للأسف الإسلاميون لم يستوعبوا إلى اليوم أن الإسلام يقدم الحقوق والحريات على الشريعة الشريعة بمفهومها القاصر عندهم لأن الشريعة بمفهومها الكبير الواسع الإسلامي يدخل فيها الحريه قبل كل شيء، الحريه اهم من الشريعه لانه الحريه هي شرط التكليف لا تكليف بلا حريه، انت غير مكلف اصلا في الشريعه بلا حريه وهم يعرفون هذه القاعده لكنهم يعني لم يستوعبوا مفهوم الحريه استيعاب كامل، استيعاب فلسفي حتى الان لان هذه المفاهيم مفاهيم نظريه تحتاج الى شغل، شغل فلاسفه ومفكرين وهم ما عندهمش مفك... مفكرين ولا فلاسفه من طراز رفيع. ليس فيهم يعني واحد مثل علي عزت بيجوفيتش ولا عبد الوهاب المسيري ولا جمال حمدان يعني هذه نماذج عربيه بسيطه ولا زكي نجيب محمود ما فيش عندهم مفكرين من هذا الطراز من هذا النوع الرفيع علشان ينظروا لهم في جانب الحريه كما صنع مثلا عبد ال... يعني علي عزت بيجوفيتش في كتابه العظيم الاسلام بين الشرق والغرب. عبد الفتاح مورو قال عليهم أنه انهم مجرد شغيله وخدميين فعلا هم مجرد شغيله وخدميين تخصصات الطب والهندسه وما شابهها هذه تخصصات خدميه يمكنك ان تستعيرها يعني من اي امه تستعير اي اجنبي يسد هذا الفراغ ممكن تجيب طبيب من الهند ولا من باكستان ولا من اي مكان ولا من كوبا اما المفكرون والادباء والفنانون فلا يمكنك ان تستعيرهم من الامم الاخرى هؤلاء لابد ان ينبتوا من داخل ثقافتك المفكر والفيلسوف هو الذي يستطيع النفاذ الى الجذور العميقه لمشكلات الجماعه والمجتمع مثل الغواص في المحيط يعني خبراء السباحه اذا كان هناك خبراء للسباحه يميزون بين العوام والسباح والغواص يقولون العوام يستطيع ان يطفو على سطح على سطح المياه لفتره اما السباح فيمكنه ان يقطع مسافه داخل الماء لكن مش كل سباح غواص الغواص يمكنه النزول الى اعماق البحر بحار والمحيطات ويمكننا ان نقيس على هذه الامور ان نقيس المثقف والعالم والفيلسوف المثقف العادي مثل العوام يطفو على سطح الفكر ولا يغرق والمفكر مثل السباح يستطيع ان يشارك في انتاج بعض الافكار يعني احنا نقول المفكر مفكر لانه ينتج بعض الافكار يساهم يشارك في انتاج بعض الافكار اما الفيلسوف فهو ذلك الذي يغوص عميقا في بحر المعرفه ويتعرف على جذور المشكلات وعلى مبادئ الحل والذي يقيم أداء المفكر والفيلسوف والمفكر والفيلسوف وليس خطيب الجامع والداعية والصحفي كما يحصل عند الإخوان هؤلاء ليسوا مؤهلين أصلا للحكم على من هو أرفع منهم علما كيف تخليك قيم جامع ولا خطيب جمعة ولا صحفي يقيم لك مفكر ويقيم فيلسوف ويقيم ويقول عليه أنه لا يصلح وما يصلح شو كذا وهذا كذا هذا, هذا عبث عبث بالعلم أن يتصدى الخطيب والداعية والصحفي لتقييم المفكر والفيلسوف هو خطأ لا بد أن يعاقب الله عليه بالخذلان هذه واحدة من مظهر من مظاهر أخطاء الإخوان في التصرف مع خصومهم يعني ربما يقول الإخوان إن خصومهم غير صادقين في التخوف على الديمقراطية قد هذا الكلام صحيح، لكن حتى لو كان هذا الكلام صحيح، حتى لو كان خصوم الاخوان بيتبلوا عليهم. المفروض الاخوان انفسهم يقطعوا الشك باليقين. مع كل شبهه تقال ضدهم. والشبهات التي عليهم كثيره جدا وبعضها وجيه. يعني مثلا موقفهم من الحقوق والحريات ما زال غامض. والسبب ان ادبياتهم ما زالت تؤمن بحد الرده وما شابه حد الرده من مسائل فقهيه تتناقض مع حقوق الانسان التي يكرها الاسلام نفسه فما بالك بحقوق الانسان الحديث وعلى الرغم من ان بعض فقهائهم صرحوا بان حد الرده ليس من الدين الا ان هذا الراي يعني ظل راي فردي داخل الجماعه ولو كان لديهم جهاز للمراجعه الفكريه والنقد لتخلصوا تماما من هذه الشبهات والاعباء واعلنوا على الملأ رفضهم لا لو كان لديهم فلاسفه ومفكرون حقيقيون لقدموا نظريات متماسكه في مسائل كثيره تزيح مخاوف الاخرين مثل مساله الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا اللي بترعب الناس ما زال فهمهم لهذه الامور بدائي ويوفر مبررات العداء لخصومهم مبررات الخصومه ضدهم اما اخطر القضايا التي تلحق الضرر بالاخوان وتحتاج الى مراجعه ونفي فهي قضيه الخلافه الاسلاميه والموقف من فكره العلمانيه ايضا فكره الخلافه الاسلاميه التي سيطرت على تفكير الجماعه سرا وعلانيه هي فكره تاريخيه رومانسيه لا اصل لها في القران الكريم وخصوم الاخوان يستغلون هذه الفكره استغلال ذكي في في التشويه في تشويه الاخوان واثاره العداوه ضدهم. يخوفون بهذه الفكره الحكام العرب ويخوفون بها الغرب نفسه. يقولون هذا هذول بيجهزوا لكم يعني مشروع دوله اسلاميه يعني هائله. والدوائر الغربيه تخشى هذه الفكره بالفعل الى درجه يعني لا يتصورها العلمانيون العرب. الحقيقه أن أن الخلافة هذه فكرة مثالية وساذجة وغير إسلامية. فكرة مثالية لأنها غير قابلة للتحقق في العصر الحديث بشكلها القديم التقليدي المعروف. وفكرة ساذجة لأنها غير ضرورية وغير مدروسة. وهناك ألف مشكلة ومشكلة فيها وألف قضية مرتبطة بها لم يناقشها الإسلاميون ولا يعرفون عنها شيئا. على الأرجح. وهناك بدائل عن فكرة الخلافة هي أذكى وأنجح وأفضل مثل السوق الأوروبية المشتركة مثلا مثل حلف الناتو على المستوى العسكري مثل دوائر الاتحاد الأوروبي بشكل عام هذه أفكار يعني أفضل وأنضج وأكثر قابلية للتطبيق وممكن الناس يدعو إليها بدل ما يدعو إلى الخلافة بالمعنى التقليدي القديم وفكرة الخلافة ليست إسلامية بمعنى ليست جزءا من شروط الإسلام ومظاهرة ليس هناك دليل واحد يوجب نظام الخلافة نعم القرآن دعا إلى الاعتصام والوحدة لكن هذه معاني عامة لا تعني بالضرورة أن يكون المسلمين حكومة موحدة تدير شؤونهم والحقيقة أن النظرية السياسية للإسلاميين برمتها تحتاج إلى مراجعة ونقد يعني اصبحت مثل الجبن الدنماركي مليئه بالثقوب نظريه هشه ضعيفه لا تصمد يعني امام الاسئله الدقيقه والعميقه ومثلها ايضا موقفهم من العلمانيه ما زال مفهوم العلمانيه لدى الاسلاميين مفهوم يعني ملتبس غامض ينقصه الكثير من التحليل الفلسفي لا يستطيعون الى الان التمييز بين العلمانيه كمتواليه تاريخيه ارتبطت بالتاريخ الاوروبي والعلمانيه كفكره حره يمكن النظر اليها من داخل النظام الاسلامي نفسه هذا شيء وهذا شيء يعني العلمانيه لو شفناها من زاويه تاريخيه فهي منتج غربي صحيح مثلها مثل الديمقراطيه لكن الاسلاميون قبلوا الديمقراطيه ولم يقبلوا فكره العلمانيه وهم بهذا الموقف يعني معذورون من ناحيه وعندهم حق ومخطئون من الناحيه الثانيه. عندهم حق اذا رفضوا التجربه العلمانيه الغربيه لانها بالفعل تجربه خاصه بالمجتمعات الغربيه. وتعميمها على المجتمعات الاخرى يتعارض مع منطقة العلم ومنطق العقل. لكنهم اخطاوا اخطاوا عندما تصوروا ان العلمانيه محطه غربيه خالصه بس هذه حق الغربيين. هذا خطا. وعندما ظنوا أن العلمانية فكرة واضحة محددة لا تقبل التعديل والإضافة والقولبة موجودة في الفترينة كذا أما نأخذها كما هي وأما نتركها وهذا أيضا خطأ دائما الإسلاميون كانوا يناقشون العلمانية من منظور تاريخي ولم يكلفوا أنفسهم مناقشتها من داخل نظامهم الإسلامي يعني ما سألوش أنفسهم مثلا هل يسمح الإسلام بمستوى معين من العلمنة هل يسمح الاسلام بمستوى معين من العلمانيه او بتعبير اخر اذا كان الاسلام لا يسمح بفصل الدين عن الحياه كما فعلت الشيوعيه ولا يسمح بفصل الدين عن الدوله كما تفعل الراسماليه اذا كان لا يسمح بهذا ولا بذاك فهل يسمح بمستوى ثالث من الفصل هو فصل المذهب الديني مثلا عن السياسه مذهب يعني فصل الاراء واستبعاد الاراء المذهبيه عن السياسه مثل هذه الاسئله مهمه مثل هذا السؤال مهم لانه قد ينقذ الحياه الاسلاميه من صراع مرير ومدمر بين الاسلاميين والعلمانيين وقد يحرم خصوم الاسلاميين غير الجادين من بعض شبهاتهم وذرائع خصومتهم ضد الاسلام نفسه الملاحظات كثيره والوقت محدود وإذا كان هناك جدية في التصحيح والإصلاح فإنما مضى يكفي والقصد من هذا الكلام والنقد هو إصلاح الحياة السياسية الفاسدة في مجتمعاتنا لا غير إحنا اخترنا هذا الموضوع في هذه الحلقة لأنه قريب من الأجواء الرمضانية واخترنا الحلقات رمضانية يعني معظمها قريب من البعد الفكري يعني لكن في نهاية المطاف احنا هدفنا إصلاح الحياة السياسية إصلاح بنية الحياة السياسية أظن أن الحلقة قد انتهت نرجو أن نلقاكم في الأسبوع القادم في أمان الله